السلام عليكم، معكم وليد الحيدر، حياكم الله في قناتي. واليوم عندنا أول حلقات الأنبوكسينج. حبيت أسوي بلاي ليست خاص في أدوات المطبخ، بما أن قناتي أكثر شيء عن الطباخ ما طباخ، قلت أسوي لكم أنبوكسينج حق أدوات الطبخ. فنبلش بأول آلة عندنا اللي هي مونيلكس، مطحنة البن حق البهارات وما البهارات. شفتها موجودة بأغلب محلات الإلكترونيات وسعرها مناسب، فخلنا نشوف شون صاير. عادي حاطين لنا صور انها تطحن فلفل أسود، القهوة، وهي منها كذا لون بعد، فخلنا نشوفها. أهم شيء بلاك إنجليزي، هذا أهم شيء، لأن أغلب البيوت عندنا هالبلاك هذا، فإذا تيكم البلاك الثاني تعال روح يجيب لك محول وموزع. هني في عندنا الغطاء شكله زين، والله بعد حطينا بالعربي. وهذه هي الماكينة. وهي معاها كتيبات، هذه الكفالة، هذه دليل الاستخدام، موجود بالعربي، موجود بالعربي كذا لغة، العربي موجود، الإنجليزي موجود. وزنها خفيف، ما هي ثقيلة كلش، توقعت أن قوتها عالية 180 واط، توقعتها شوية ثقل، بس لا زين، وزنها ممتاز. الحين راح نشيل البلاستيك اللي حوالينها. فيها ارشادات، اعتقد انها ما تنقسم الماء داخل. تنضغط كاملة، مو بس الزر هذا، كلها تنضغط، كانت تسكرها على اساس ما في شيء يطير. هذه ميزة حلوة فيها، عجبتني صراحة.
وهذا كان تقريرنا عن مطحنة المونوليكس. إذا حابين تشوفون فيديوهات أكثر اترك لنا كومنت تحت وعطنا لايك علشان نشجع نشتري أغراض حق المطبخ، ودائما نسوي لها ريفيو على قولتهم قبل لا تشترونها. فاللي هم حاب يشوف بعد 6 أشهر أو بعد 7 أشهر أو بعد سنة شنو صار على الماكينة يبلغني بالكومنت تحت، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. مع السلامة.